السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من داخل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة وقف أغاني المهرجانات نهائيا. قررت نقابة المهن الموسيقية بقيادة أمير الغناء العربي هاني شاكر وقف مطربي المهرجانات أو الناس اللي بتعمل مهرجانات، والقرار يتضمن محمد رمضان. قرار جريء، قرار واعي، قرار مسؤول، بيحافظ على شبابنا من أغاني المهرجانات ومن العمايل اللي بتتعمل في أغاني المهرجانات ومن كلمات أغاني المهرجانات التي تفسد الذوق العام. ولكن الرسالة دي موجهة لنقابة المهن الموسيقية بقيادة الأستاذ هاني شاكر أمير الغناء العربي. احنا عايزين نعمل حاجة دلوقتي، او عايزين نقول حاجة. أغاني المهرجانات دي بتستهدف فئة كبيرة جدا من الشباب، وبتنال أعداد كبيرة جدا من المشاهدات. طيب دي ميزة أو عيب، سلاح ذو حدين. تاني حاجة، القنوات اللي بتحارب مصر في الخارج، في تركيا وفي قطر، عايزين يركبوا الموجة ويستغلوا العيال دي والناس اللي بتحبهم لإحداث بلبلة. ده كده عيب خطير جدا. طب فيها ايه؟ لما اجي انا اخد العيال دي كلها، الم كل العيال دي من ضمنهم محمد رمضان، وادخلهم قفص النقابة. قفص النقابة محمد القفاص بقى، واديهم تصاريح شهرية، تصريح شهري، ومضيهم كلهم وبصمهم. اللي ما بيعرفش يكتب ابصمه ايدين ورجلين. على ايه؟ على ان انا كنقابة لازم اراجع كلمات الاغاني، كل كلمات الاغاني تتراجع، وما يغنيهاش غير لما تاخد اجازة من النقابة. هل الكلمات دي مفيدة؟ هل الكلمات دي بتعلي الذوق العام ولا لا؟ اذا خد اوكي باص، اضافة لايه؟ تصوير الاغنية نفسها، هل فيها مشاهد مش كويسة؟ يبقى اذا نقابة المهن الموسيقية عاملة زي الرقابة، تجيز ما ينفع المجتمع، وفي نفس الوقت نطوع الناس دي ان هي تنقل مسج او تبلغ مسج للمجتمع، الولاء للوطن، الكلمات المحترمة، ونحصل منهم فلوس مصاريف. واللي يخل باي حاجة تتوقع عليه غرامة وحبس، هو يمضي على كده ويمنع من الغناء. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ يبقى احنا كده ستفنا الأونطة جوه الشنطة، وصهفصنا الهوى في الشواشي باللولوة. اتعلمنا لغة كده، احنا خدنا الناس دي، دخلنا لخزانة الدولة فلوس، حطينا الكلمات المحترمة اللي عايزينها توصل للشباب، خلينا القنوات المعادية لمصر زي قناة الشرق وزي قناة مش عارف ايه اللي بيحاربوا مصر وعايزين يستغلوا الشباب لإحداث بلبلة. لا، انا هديك تصريح لمدة شهر، غني بس، هتغني وهتقول وهتلبس اللي انا عايزه، اللي المجتمع محتاجه. يبقى أنا كده تمام أوي 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 وزي الفل. دمتم يا رب بصحة وعافية،
ولا احتجت اي طبيب ولا اي صيدليه ولا اي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاه كثيرا على سيدنا محمد خاتم الانبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.